بسم الله الرحمن الرحيم ben Ahmetullah Nazeri bu yaşlarına Kunduz Vilayetinden temsilciyim. Bugün 17 Şubat 2021 ve Güney Türkistan Afganistan Kunduz Vilayetinin Başkapı o köyünün Umar Faruk Camisi'ndeyiz. Bugün su kuyu hayratımız Şirvan Pala adına kazıldı. Allah Şirvan Palan su kuyu hayratını rahmet çeşmesi eylesin. İnşallah buradaki Türkmen Özbek soydaşlarımıza hepsine burada ihya edildi. Allah razı olsun. Sağ olun. Şükür var olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike uhayna ileyke ruhen min emrina. Ma kunte tedri. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم لا إله إلا الله الحليم الحزيز سبحان الله رب العرش العظيم أسألك مجيبات رحمك وأزائك بر وسلامة لا تدع لنا ضرا إلا وفقنا ولا دينا ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك يا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة.